للنظر بالعمل طبعا في موضوع السيرة تكتفص صدى نعم يسر كمان بالطبع. حتى عندي. هاي المحاضرة محمد ما راح يكون بعمل بالمختبر، يعني ما عندنا احنا يعني ما متوفر الجهاز الخاص بالالكتروفوريسيس، بس راح اشوف كم فيلم فيديوي عن التجربة. بالبداية ناخذ ايش معنى السيرم بروتين الكتروفوريسيس. طبعا باللغة العربية هي الترحيل الكهربائي الكتروفوريسيس، يعني الترحيل الكهربائي الدم. نحن اكو خاصية مهمة نستفيد منها بالالكتروفوريسيس، انه البروتين is amphoteric substance. من يقول ايش معنى amphoteric substance؟ يعني يحتوي على شحنة موجبة وسالبة. ممكن نعمله شحنة موجبة، ممكن نعمله سالبة، أو ممكن يبقى as neutral، يعني متعادل الشحنة. يعني لو خلينا له بمحيط قاعدي راح يكتسب شحنة سالبة، لو وضعنا له بمحيط حامضي راح يكتسب شحنة موجبة، أما لو وضعنا له بنيوترال ميديا راح يكون نيوترال. يعني وضعنا له بالكلام ميديا راح يكون شحنته سالبة، يعني يعتبر أنيون. لو وضعنا له بأسيتيك ميديا راح تكون شحنته موجبة كاتيون. فلاحظوا لو كان انايون شحنه سالبه، لو يعني لما نضع بالكلام ميديا راح يتجه نحو القطب الموجب، يعني تعرفون شحنات الكهربائيه المختلفه تتجاذب. لو وضعناه باسيتيك ميديا راح تكون شحنته موجبه، راح يتجه نحو القطب السالب اللي هو الكاثود. هاي الخاصيه راح نستفيد منها بالالكتروفوريزي بالنسبه لترحيل كهربائي. بروتين الكتروفوريسيس اول شيء سمبل تكنيك، يعني هو نوعا ما سهل، يعني هتشوفون حسب الفيديو ما ذاك الصعوبه. فائدته اشني فور سيبريشن اند سيمي كوانتيفيكيشن اوف سيروم بروتينز. هاي نحن الفائده اللي نستفيد منها. شو سيبريشن؟ نحن البروتين موجود بالسيروم، انتم يمكن اخذتم قياس التوتال بروتين. لما اقول توتال يعني كلي، يعني معناته انه هذا البروتين موجود بالسيرم هو مزيج من بروتينات مختلفه. نحن ايش راح نعمل بالالكتروفوريس؟ راح نجزئ هذا البروتين الى اجزاء. هو بالحقيقه انه البروتين موجود بالسيرم حوالي 70 نوع يشمل البروتينات. نحن ما راح نجزئه ل 70 نوع، نحن راح نجزئه الى خمسه اجزاء. فهذا ايش معناته؟ معناته ان كل جزء، يعني نتصور انه أو نستنتج أن كل جزء يحتوي على مجموعة من البروتينات، ولكن بكمية أو بعدد أقل. يعني ما مثل ما السيرم بروتين توتال بروتين منه 70 نوع، لما جزأنا له خمسة أجزاء طبعا كل جزء يحتوي على مزيج من البروتينات ولكن بعدد أقل. نحن هاي الفائدة فور سيبريشن. الشيء الثاني سيمي كوانتيفيكيشن، يعني كل جزء من الخمسة أجزاء اللي راح نجزئه راح نقيس التركيز مالته. الحقيقه قياس التركيز راح يكون بشكل تقريبي، ولذلك نحن ما نقول كوانتيفيكيشن نقول سيمي كوانتيفيكيشن، يعني تقريبا يعطينا التركيز الحقيقي. شو راح تحدث هذه العمليه؟ باي ابلاينج ان الكتريكال فيلد تو الكالاين ميديا، فراح نسلط جهد كهربائي على الكالاين ميديا، يعني راح نضع البروتين بالالكالاين ميديا. فلما نضعه بالالكالاين ميديا طبعا ذكرنا قبل شويه انه شحنته راح تكون سالبه، فراح يتجه نحو القطب الموجب اللي هو الانود، يعني راح يكون هو شحنه سالبه انايون يتجه نحو القطب الموجب اللي هو الانود. الفائده شنو؟ سواحد يقول لك وضعنا له نحن وصار شحنته سالبه واتجه نحو الموجب، يعني وضعنا له بخط واحد راح يبقى بخط واحد يتجه نحو القطب الموجب. لا، هون نحن الشيء اللي يفيدنا انه اتجاهه نحو القطب الموجب راح يكون at different speeds، يعني شبه الكمية مثل ما سباق السيارات ينطلقون بخط واحد، لما يصلون التارجت الهدف راح يصلون بسرعة مختلفة، فراح يكونون يتجزؤون ما يكونون خط واحد. فإذا الغاية أنه لما يصل الأنوت خط الموجب، بعد ما ضعنا الكلام ميديا تكون شحنته سالبة،
قلنا راح يتجه نحن الخطب الموجب، انه راح يتجه نحن الخطب الموجب موجب at different speed، بسرعه مختلفه. فاذا بالحاله انه احنا نفصل البروتين الواحد اللي هو يضم 70 جزء into groups او bands، اللي قلنا عدده normally 5 bands. زي ما نقلي ليش انه يتجه نحن الخطب الموجب بسرعه مختلفه؟ ليش ما اتجه بسرعه واحده ووصل بخط واحد؟ احنا لما احنا ضعف ساعه تشوفون نضعف بخط واحد، ليش ما وصل القطب الموجب بخط واحد؟ ليش وصل على خمسه اجزاء؟ حسب كميه الشحنه؟ حسب اولا حسب كميه الشحنه، وهي اهم نقطه، يعني حسب كميه الشحنه السالبه اللي اكتسبها. فمثلا قلنا هو مزيج بروتينات، فكل بروتين هو قابليه على اكتساب شحنه سالب اكثر من الاخر. فاذا اشخاص تكون مور نيجاتيف تشارج مور or faster migration toward the anode، يكون أسرع نحو الأنود. الشيء الثاني يعتمد على size and shape of protein، ولكن بصورة رئيسية يعتمد على كمية الشحن السالبة اللي اكتسبها. يعني هو ما نوع واحد، هو أجزاء، هو بروتينات، مزيج من بروتينات، ما قلت total. فإذا كل بروتين له سياسة معينة أن يكتسب شحنة سالبة يختلف عن الآخر. فبالحالة راح نجزئ البروتين واحد إلى خمسة أجزاء، أو الخط الواحد إلى خمسة خطوط او 5 bands. بعد ما احنا طبعا العمليه نجريها على سيريوس استيت، يعني ذكرنا شويه على الليبيد اوف الكتروفوريسيس، لما زملائكم ذكروا الاتش دي ال والفا والفي ال دي ال بري بيتا والال دي ال وبيتا، نفس الطريقه تقريبا. انه العمليه راح نجريها على السيريوس استيت، وشبهت لكم السيريوس استيت ذكرون المحاضره السابقه، قلت لكم بيشبه ورق الفوتو بيبر او الفوتو بيبر اللي يستخدمون مصورين بالتصوير او بالطابعات هاي الملونه. يعني لما احنا هنضع السيرم خط واحد راح يصير بخمسه، هيتحول الى خمسه خطوط او خمسه اجزاء. طبعا السيرم هو كلرلس، فنحن لما نضعه على ورقه بيضاء ما حيبين شيء منه، احنا غير نشوف هاي الخطوط. فايش نعمل؟ لازم نعمل ستيننج. فالخطوه الاخرى بعد ما نفيلد انه البانس ستينت، هذا الستينج استخدمه اما بونس يو اس او اميدو بلاك. لو كانت بونس يو اس راح يكون لون البانس النابي عميق، لو كانت اميدو بلاك من اسمها يكون لون البانس بلاك. نحن عاده اكثر شيء يستخدمون البونس يو اس. زين، هسه عملنا ستينج، شلناها الورقه اللي سيلوس استيت وضعناها بالستين، نخرج من الستين، ايش راح تتوقعون؟ راح تشوفون البانس؟ لا، لما احطها بالجهاز يلا تبين. قبل الجهاز، يعني انت خليتي ورقه ستا عليها البانس اللي خمسه بعد ما طلعناها بالكتروفوريسيس وضعناها بالستين. نعم، راح تكون كلها حمراء؟ عافيه، كلها حمراء راح تكون. لازم ايش نعمل؟ نعمل كليننج اوف ذا باك جراوند، يعني المناطق اللي ما شملت الخطوط. هذا الكليننج راح يكون باي اسيتيك اسيد، راح نشوف بعد شويه. الكليرنج ايش راح يجي لنا؟ يجي لنا الصبغه، يعني دي ستينج عملناها فروم ذا باك جراوند. اما البانس لانه صار اتحاد كيميائي بين البانس والصبغه، فما راح تزال بالاستيك اسيد. فقط ازاله الصبغه حيكون فروم ذا الباك جراوند، البقيه اللي ما شملت يعني البانس. بعد ذلك نعمل دراينج تكون مبلله وانتربريتيشن. نحن المهم عندنا الانتربريتيشن، يعني شلون نفسر النتيجه. كطبيب لازم تعرفون شلون تفسرون النتيجه. عادة interpretation by the eye، يعني بالنظر. بالحالة ايش نعمل؟ لازم مع السيرم of patient لازم نمشي سيرم of the normal حتى نقارن، نعمل مقارنة. And by densitometer، densitometer شنو من اسمه؟ جهاز قياس الدنسيتي. نحن البانس راح تكتسب صبغة، قد التركيز مال البانس اعلى، تتوقعون بلون الصبغة راح يكون؟ اعمق. اعمق. وبالتالي الدنسيتوميتر من اسمه الدنسيتوميتر، قرانا الدنسيتي راح يكون قراءته اعلى، فمعناته التركيز اعلى. فبالحاله راح نحصل او قيس التركيز، قلنا قياس التركيز نرجع نقول انه هو سيمي كوانتيفيكيشن، يعني بصوره تقريبيه وليس دقيقه 100%. ستيبس حقيقه تشبه البرنسبل. يعني اول شيء نحن قلنا دائما مع البيشت سيره نضع نورمال سيرم دائما حتى نقارن. بالاخير قلنا نعمل فيجوال كومباريزم باي ذا اي، لازم عندنا نورمال قدامنا. فين عاده ابلاينج بيشنت ان نورمال كنترول سيرم اون ستريب، ممكن نمشي اكثر من بيشنت
مثلا 7-8 بس معاهم لازم يكون نورمال حتى نقارن. طبعا نضعوا على الستريب اللي سميناها سيريوز استيد عادة تكون، طبعا عندنا انواع من الستريب بس اهمها هو سيريوز استيد اللي شبهته لكم هي بالورقة الفوتو. شيء ثاني انه هذا الستريب بعد ما وضعنا السيرم نضعه بالإكتروفيس شامبر اللي يحتوي على الباربيتال بفر اللي هو pH 8.6. تلاحظون pH هو الكلاين، فلما يكون الكلاين شو هتتوقعون شحنة البروتين راح تكون؟ سالبة. سالبة بس ما هتكون سالبة إذا ما نضع الكتريكال فيلد، يعني ما بس وضعنا الكلاميديا لازم الكلاميديا معانا الكتريكال فيلد. فبعد ما وضعنا البتشبر اللي يحوي على الباربيتال بفر اللي هو pH 8.6 هنسلط تيار كهربائي تتم الشروط، يعني قلنا بالبرنسبل ابلاي الكتريكال فيلد ان الكلاين ميديا. الكتريكال فيلد نحتاج الى باور سبلاي يزودنا بالكتريكال فيلد، عادة يكون at constant time at voltage. هاي طبعا من الخبرة تجينا حسب درجة الحرارة وحسب هذه يعني البيئة المختبر. فعادة يعني نضع الفولتج حوالي 220 فولت والتايم بين 10 إلى 15 دقيقة، يعني صار التيار الكهربائي 10 إلى 15 دقيقة بفرق جهد حوالي 220 فولت على الشامبر. معناته الشامبر بينه بوزيتيف اند نيجاتيف الكترود. بعد ما كملنا طبعا التايمر وقف لنا الجهاز انه ريموف ذا ستريب نزيله من الشامبر ونضعها بالستين مثل ما قلنا، وخلنا الستين عندنا الامايدو بلاك والبونسيو اس. بعد ذلك مثل ما ذكرنا انه دي ستينك نعمل ذا ستريب 5% استيك اسيد سيكويل. يعني لما دي ستينك راح نخلي عده حواب، اول حوض راح يزيد معظم الصبغه، ثاني حوض استيك اسيد طبعا كلرليس فاول حوض راح يزيد معظم الصبغه from the background، الحوض الثاني صبغة أقل، إلى نصل الحوض الأخير يبقى colorless أستيكات حتى يكون ال background clear. drying نعملها طبعا إما by the oven أو by special filter paper، نضعها نكبسها بالفلتر بيبر حتى نعملها drying. بعد ذلك نعملها interpretation قلنا by the eye and semi quantification of each، مثل ما قلنا إضافة إلى الفيجوال كومباريزن وذ نورمال سيموليشن. احنا وضعنا نورمال سيرو حتى نقارن. هذا هو الجهاز طبعا. تلاحظون الشامبر، هذا الشامبر بين حوضين تو كومبارتمنت، واحد بوزيتيف الكتروت والاخر نيجاتيف الكتروت، ونسلط التيار الكهربائي. فلما نضع السيرم خط واحد راح نضعه راح يتجزأ الى 5 أجزاء. طبعا هذا المفروض يكون اسرع واحد الالبومين لانه يعني اقرب واحد للبوزيتيف للانود البوزيتيف الكتروت، فما تكتشف شحنه سالبه اكثر الكل فاتجه باسرع طاقه او باسرع سرعه الى احول الانود. وتلاحظون لما نقرب الدنسيتوميتر راح يقرانا الكيرف، فلاحظوا اول بانس اللي هو البومين على تركيز، فلاحظوا الكيرف راح يكون اعلى واحد. سؤال حد هوني راح اسعى اشارككم فيلم او بعدكم. هاي طلعتكم واضح؟ واضح دكتور. نعم. واضح واضح. هذا الستريب، يعني لاحظوا هذا هو الستريب. وهذا البفر، طبعا حتى الستريب نخلي بين بفر، يعني حتى يكون كل الانفايرمنت الكلاين. شوف هذا الستريب، يعني احنا نقطعه حسب الطلب، ممكن نقطعه او ممكن يجينا يعني بورد كامل نقطعه او يكون مقطع. المهم نضعه بالبفر، لاحظوا. حتى يكتسب الالكلاين ميديا كلها. اللي هو قلنا الباربيتال بفر pH 8.6. لاحظوا وضعه بالبفر، هذا قبل ما نضع السيرم، بعد ما عملنا كل شيء نحن. نغلقه يعني الرطوبه محتمل يصير بينه، لاحظوا الغلق يكون
محكم، نضعه في الدقيقتين ثلاثة بالبفر، ممكن نعمله ميكسينج حتى يمتزج مع البفر. مضبوط. شوفوا هذا الشامبر بينه تو كومبارتمنتس، هذا واحد واثنين كاملين بالبفر، نفس البفر هو الباربيتال بفر. وشوفوا هذا السلك الرفيع ده تشوفونه، هذا هو واحد منه بوزيتيف الكتروت والاخر نيجاتيف الكتروت، طبعا حسب التيار الكهربائي اللي انسلطوا. عاده يصنعون السلك من الكولد يعني من الذهب عاده، يعني انواع الراقي الاصيل الاصلي. هسه راح نعمل ابلكيشن، يعني حنضع السيرم بخط واحد على السيلوز استيت اللي وضعناه قبل شوي بالبفر الورق. يعني شوف ساعة يطلع عن البفر، مهما طلع ينشفها شوية، لأن ما معقول نضع السيرم عليها مباشرة، يعني راح ينتشر السيرم، ما حيكون بخط رفيع، فلازم نعمل دراينج. المهم احنا بهالعملية اكسبنا السيلوز استيت الكلاين بي اتش. لحظة راح يعمل ابلكيشن، ساعة نضع السيرم يثبتها مضبوط، حتى لانه اي حركه بالسيرم لما نضعه راح ما يكون خط عدل او مستقيم. شوفوا شو وضعه بين البوزيتيف والنيجاتيف، يعني بين تو كوبرز، يعني صار مثل البريدج مثل الجسر. هسه كله صار الكرايم ميديا، هذا الستريب والكومبارتمنت ياشره. طبعا طبعا حسب المرضى اللي عندنا ممكن نرقبها مثلا 1 2 3 مع النورمال، طبعا لازم نمشي نورمال معانا. هسه راح نعمل ابلكيشن، راح نضع السيرم على الستريب، راح نضعه بخط واحد. بالنهايه كم خط راح يكون عندنا؟ خمسه. شوف هذا الجهاز يسمونه ابلكيتر، يغسله طبعا، يضع السيرم، يعني هسه كل منطقه هذه بها سيرم مريض معين. شوف هسه فور باند ساعد خط واحد يضع. طبعا اذا نضع اكثر لازم نغسله حتى لا يصير السيرم مع السيرم يمزج، نرجع مره اخرى الابلكيتر نرجع نضع السيرم. مره اخرى حتى يكون بشكل دقيق. طبعا اذا ما عندنا هذا الابلكيتر ممكن نحن نستخدم الطريقه البديله هي البايبيت. انتم تستخدموا البايبيت، يعني اذا بايبيت واحد متمرس عليها يدخل السيرم بشكل خط مستقيم، يدفع البايبيت شوي شوية السيرم يكون يعني على السيلوز أسيت بخط مستقيم. طبعا هاي ما كنا نستعملها، أنا يعني كنت بمستشفى السلام سنوات وسنوات كنت بشتغل هذا الكيتروفوريسيس. شوف هاي ابلكيشن كيف يسوي. يضغط عليه يعني حتى ينزل مليح السيرم. شوف ساعة الشامبر يغطينه لانه حراره يساعدنا لا يتبخر البفر. هذا الباور سبلاي هون وضعه على 200 فولت و12 دقيقه، عمل التايمينج مالته. طبعا هذا البوزيتيف والنيجاتيف كل واحد يتصل بالالكتروت. طبعا المفروض راح يكتسب شحنه سالبيه، نحن نقدم الموجب باتجاه. انتهى الوقت هسه، هسه نرفع السيريوز استيت فروم ذا تشامبر. شوفوا وضع رفعها ساعه المفروض بايب باند بس ما نشوفه لانه كلرليس. فراح يضع وين؟ لاحظوا هذا شنو هذا؟ من يقول لي؟ حيخلطهم؟ شنو هذا؟ نكتور الصبغه؟ صبغه بالضبط، لان ما تمام صعدنا فايب بس ما نشوفه نحن. فاحنا لازم نضعه بالصبغه. شوفوا ساعه شالهم الصبغه هم ما يبين شيء، كل الصبغه كل الورقه سطح لونها هاي. طبعا هاي البونسيو اس عنابي، فيضع بالديستيننج بعده احواض الى ان اخر حوض يبقى كلرلس، يعني حتى يزيد كل الصبغه مالته حتى يكون الباك جراوند يكون كلير. شوف اخير حوض، شوف الباك جراوند كلير وتحول، والباند مكان ما كانت وحده صارت خمسه. طبعا مبين هذا على تركيز على اللون، فيكون على تركيز. هسه كمل الديستيننج، وين راح يوديها؟
ايش راح نسوي بها؟ شوفوا البانت دراينج طبعا ازيل اللي يعني الاستيك اسيد الزيت واكوني وخلوا له بارافين يعني شو مثل كبس الهويه حتى يبقى الورقه محافظه عليها. هاي الورقه سيلوليز طبعا انا وضعها بالاوفن شوفوا حتى يعمل دراينج. يعني هاي الورقه سيلوليز من وضعها بالشامبر عاد تصير حراره فتبدي شويه شويه تتكسر. يخلوا له بارافين يعني مثل كبس الهويه شبكم واحد يبقى واضح. هسه تكون ريدي فور ذا سنتيمتر. قرا هذا السنتيمتر لاحظوا البانس وقرانا الكيرف. سؤال حد ثاني؟ عفوا دكتور. نعم. احنا نورمال يعني على اي اساس اعتبرنا انه نورمال عن قرار؟ هسه نجي على هسه نحكي عن نورمال وغير نورمال. احنا هسه المفروض تعرفون شنو النورمال وشنو غير نورمال. هسه عرفنا التكنيك عرفنا انه فصلنا له 5 بانس. هسه على النورمال. نورمال مثل ما قلنا 5 بانس. لاحظوا from the highest to lowest migration toward the anode يعني صنفت لكم اياها من اعلى سرعه الى اقل سرعه نحو الانود. اول واحد الالبومين فتتوقع الالبومين شنو اقرب للانود الا ابعد شيء من يقول لي؟ اقرب اقرب شيء فمعناته الشحنه السالبه اكتسبها اعلى شيء فاتجه نحو الانود اسرع واحد. فاول باند راح يكون عندنا البومين طبعا هو الاعلى تركيز اللي هو حوالي ريفرس رجمات و 35 52 جرام بير لتر. طبعا توتال بروتين حوالي 70 جرام بير لتر كله توتال فهذا وحده لاحظوا 35 52 جرام بير لتر. يعقبه انذر باند اللي بعده الفون جلوبينين الرينج مالته ريفرس رينج 2 ل 4 جرام بير لتر جدا قليل هذا النورمال كان حكينا. بعد الفا 2 جلوبينين الباند اللي هو الريفرس رينج 5 ل 9 جرام بير لتر يليه البيتا جلوبولين 6 ل 11 جرام بريتر واخيرا الجاما جلوبولين اللي هو طبعا اقل واحد يتجه نحو الانود راح يكون قريب من الابلكيشن لاين يعني او قريب من الكاثود من جهه اللخ لانه ابطا واحد. الريفرنس مالته 7 ل 17 جرام بريتر. البروتينات يكونها الليفر ما عدا الجاما جلوبولين واللي بينه ميوغلوبين انواع جي اي جي جي اي جي اي اي جي ام اي جي دي ان اي جي اي تكون البلازما سيل. زين احنا قسمنا انه 5 بانز تتوقعون كل بانز بروتين واحد الا اكثر؟ اكثر لانه اكثر لانه عقلنا بالاصل ايش قد كان 70 لما جزنا انه خمسه يعني ما معقول انه كل جزء هو بين بروتين واحد فما حيكون ميكسر روبرتين. بس ايش يفيدنا؟ احنا بسطنا العمليه مثل ما بالرياضه تنبسط تبسيط. وهاي البروتينات الموجوده بباند واحد يعني لها خاصيه صار نشوف لما نشوف الابنورمال تلاحظون يعني اكو اشياء ممكن تفيدنا بالتشخيص. نتوقع انه كل باند بينه ميكسر روبرتين ما عدا اول باند هو عليه الالبومين هو بروتين واحد. يعني ايش اوف ذا اباف باند اكسبت البومين كونتينز ميكسر روبرتينز. يعني ما عدا البومين هو اعلى تركيز اسرع واحد وبروتين واحد. اما البقيه هم عباره عن يعني ميكشر اوف بروتينز. يعني على سبيل المثال الالفون جلوبين يشمل عده بروتينات كثيره انا ذكرت لكم قسم منها الفون انتي تريبسين الفون اسيد جلايكوبروتين الفون فيتو بروتين اتش دي ال اللي مر علينا اند اذرز. الالفا 2 يشمل لنا كذلك ميكشر الفا 2 ماكرو جلوبين هابتو جلوبينز اند اذرز. البيتا جلوبين همش منا عدد بروتينات اللي ترانسفرين قسم منا بيتا 2 مايكرو جلوبين بلازمينوجين ال دي ال اللي مر علينا اند اذرز. الجاما جلوبين زي ما ذكرتكم مش منا ميونو جلوبين اللي قلنا بيها تقريبا خمس انواع اللي هي الاي جي جي اي جي اي اي جي ام اي جي دي اند اي جي اي. فلاحظوا كل ما عدا اول بانس الالبومين هي ميكشر اوف بروتينز وليس بروتين واحد. اكو سؤال حدوني؟ هاي النورمال. نجي هسه احنا بالبدايه ايش قلنا الموضوع؟ سيرم بروتين الكتروفوريزيس. احنا قلنا سيرم ما قلنا بلازما. فاذا لازم نشتغل على السيرم وليس البلازما. مين قال لي ايش الفرق بين السيرم والبلازما؟ السيرم ما يحتوي على عوامل التخثر. والبلازما يحتوي.
ليش السيرم ما يحتوي والبلازما تحتوي؟ هي اثنين من الدم ما صحيح؟ أي. وكل اثنين من عمل سنترفيوج ننزل البلد سيل بالأسفل يبقى لنا الطبقة العليا نقول عليها السيرم أو بلازما. شلون حصل على السيرم وشلون أول شلون حصل على البلازما؟ من يجاوبني؟ أنتي بودي دكتور نضع بليش ممكن أجاوب دكتور؟ أنت نعم ما أنتي بودي لا نعم تفضل أنتي كواجولنت إذا نخلي بداخل اليوتيوب اللي راح يوبينو أنتي كواجولنس بالضبط السامبل ما الدم إيه؟ بعدها نخليه بالسنترفيوج نعم 10 دقائق إلى 15 دقيقة نعم اللي يطلع عندنا بلازما صح تمام السيرم شلون حصل علينا؟ إذا مثلاً نخلي السامبل مال بلاد بداخل تيوب ما بي أنتي كواجولنت يسمونه بلين تلوب يسمونه بلين تلوب يعني بلين ما بينه كل شيء حتى يمزيونه الشركات عادة الشركات المصنعة تميزه أنه قطعه يكون أبيض يعني فهذا منشوف من بعيد نقول هذا بلين تلوب ما بينه أي إضافة فبالحالة سعدنا كواجوليشن تخثر مثل ما قال زميلكم كواجوليشن بعد فترة نفصله يطلع لنا السيرم بالأعلى فبالحالة أن الكواجوليشن يعني كلوتيك فاتر كونسيومد تهت بعد ما ضل كلوتيك فاتر لأنه استغلت بالكواجوليشن ولذلك السيرم ما بينه كلوتيك فاتر أما البلازما لأنه ممكن نضع أنتي كواجولنت فما عسعدنا كواجوليشن فتبقى يعني كلوتيك فاتر موجودة بالبلازما لو استخدمنا بلازما استيت أوف سيرم مش راح يسعدنا أنا بلازما موجودة كلوتيك فاكتر ومن ضمن كلوتيك فاكتر الفابرينوجين فالمشكلة أنه إيش راح يطلع عندنا؟ يطلع عندنا additional fibrogen band وين راح يظهر؟ between beta and gamma يعني بين البعد الرابع والخامس فكم ما راح يساعدنا؟ بالحالة من قلي؟ ستة هاي تعملنا confusion with M band راح نجي عليها بعد شوية فراح يعني تشوش لنا النتيجة ولكن نستخدم سيرم وليس بلازما لأنه هاي fibrogen band راح تظهر بين البيتا والجاما والجاما bands وتنطينا يعني انطباع او confusion as M band هذا طبعا الفرق بين السيرم والبلازما السيرم صعد الكوكيلاشن فالسيرم راح يكون خالي من الكلوتيك فاكتور بعكس البلازما ما بيها كوكيلاشن لانه كان ضيف انتي كوكيلاشن فتكون تحوي على كلوتيك فاكتورز لو كان تيوب انه انتي كوكيلاشن راح يكون بلازما اما كان without anticoagulant يعني بلين تيوب راح يكون سيرم طبعا الغطاء اصلا المفروض يكون قفا الغطاء مالته ابيض وضعنا الكنترول استعملنا الكنترول بين 5 بانس بالدنسيتيمتر راح يقرانا الكيرفز لاحظوا الالبومين اللي وقعنا اعلى واحد 35 52 جرام لكل لتر لاحظوا تركيز الكيرف يكون اعلى الفا وقعنا 2 4 يكون قليل الفا 2 هم يكون قليل بيتا اقل والجام اللي هو حوالي 7 إلى 17 مثل ذكرنا جرام لكل لتر هم يكون نوعا ما قليل البانس بات يعني الارتفاع البانس العفو يعني التركيز يكون قليل والكيرف يكون ارتفاعه قليل هذا منه رسمنا الكيرف والدنسيتي وميتر يقرانا الدنسيتي اشقال الدنسيتي أعلى اشقال الكلر اوف ذا يعني الستين يكون أعلى لأن الاتحاد يكون أعلى مع الصبغة مثل سبكتروفوتوميتر نفس الحالة تكون بالسبكتر راح تكون الابزورمنس أعلى هنا حيكون الكيرف أعلى وبالتالي التركيز حيكون اعلى. لاحظوا الالبوميني هو اقرب واحد نحو القطب الموجب نحو الانس. هذا النورمال. انت بتستفسر علينا النورمال؟ حتى نبدي بالانورمال. فاذا النورمالي 5 بانس مثل ما قلنا ما نستخدم البلازما نستخدم السيرم. نجلس على الباثولوجيكال تشينجز يعني ايش الاشياء اللي ممكن يشخصها بالسيرم بروتين اكتروفوريسيس اول شيء واهم شيء يشخصه هو ما يعرف بالملطب المايلوما اول شيء لازم نعرف شنو هي الملطب المايلوما يعني بس ناخذ فكره عنه الملطب المايلوما هي مالجنسي او بلازما سيل ونحن نعرف التعريف المالجنسي هو uncontrolled cellular proliferation proliferation من يخلي بلازما سير وين موجودة وش تكون لنا ايش تكون بلازما سير انتي بادي immunoglobulins يعني
اللي موجود إما بانس قلنا نحن عندنا 5 بانس قلنا ألبومين ألفا 1 ألفا 2 بيتا جاما جروبينز وين موجودين؟ بالجاما بالجاما جروبينز. فالبلازما سيل موجودة بالبون مارو وتكوننا ميونوغلوبينز، وذكرنا قبل شوية الميونوغلوبينز بأنواع IgG, IgA, M, D, and E، وحتى بيها سب تايبس يعني مثلا IgG بين IgG1 IgG2 هاي هتاخذوها يعني بالمناعة بصورة مفصلة العام القادم. المهم نحن الشيء اللي يهمنا شنو انتبهوا عليه، الشيء اللي يهمنا انه هاي البلازما سيل كل عنقود او كلونز يسموها من البلازما سيل مبرمج لتكوين نوع من الميونوغلوبينز، او كل مجموعه من البلازما سيل او كل يسموها كلونز هي حقيقه بالناحيه العلميه يعني عنقود او مجموعه ممكن ما مشكله، يعني كل مجموعه بلازما سيل مبرمج لتكوين ميونوغلوبينز خاص. يعني مثلا اكو عندنا مجموعه مبرمجه لتكوين انا اشوف هاي بلازما سيل عاد النيوكليوس، يعني لو نجح على الهيستولوجي مات النيوكليوس يكون بيريفري وبيا كروماتين اراوند النيوكليوس بالمنطقه هاي، حتى يسموها كارتويد يعني مثل عجله العجله يستخدموها بالجر الحصان. المهم انه شوف هاي مثلا ناخذ هاي جلوسوف بلازما سيل، هاي تكون مثلا اي جي جي فقط مبرمجه ما لها علاقه بالبقيه الميوكوميز. مثلا لو نجح على هاي العفو هاي كلونز الاخرى مثلا تكون اي جي ام وهكذا، هاي طبيعيا موجوده وقلنا موجود بالبومر. لو صعد المريض طبعا يسموه مطل الميلوما مثل ما قلنا، بالمناسبه مطل الميلوما تحدث بالاولد ايج هاي خلوه بالكم. لو صار عند المريض مالجنسي او بلازما سيل سميناه مطل الميلوما، ايش راح يصير عنده عند المريض؟ اول شيء بالمالجنسي راح يصير مالجنسي او فونيك كلون اوف بلازما سيل، يعني لو صار مالجنسي بالهل بلازما سيل تكوننا اي جي على سبيل المثال، وقلنا البلازمنسي هو uncontrolled cellular proliferation يعني تكاثر ونمو غير طبيعي وغير مسيطر عليه بالخلايا. بس تتوقعون إما ميونوغلوبين راح يزداد إما نوع ما قلنا خمسة أنواع ما قلنا خمسة أنواع من الميونوغلوبين. لو صار عند المريض مالجنسي بهل البلازما سيل بهل كلون اللي تكون اي جي جي، منو تتوقعون راح يزداد اكثر عن البقيه؟ دكتور الجاما اي جي كله جاما، هو كله جاما عيني جاما يعني نقصد بينه ميونوغلوبينز اللي هو خمسه انواع. لا لو صار عندك كلونز هل كلونز هل كلون تكون اي جي جي وصار بها مالجنسي طبعا اي جي جي راح يزداد، يعني لانه قلنا المالجنسي شنو؟ خلايا تتكاثر بشكل غير طبيعي، فبالطبيعي انه الاي جي جي راح يزداد عن البقيه. لو صار كلون لو صار مالجنسي بهل كلون يتكون اي جي ام طبعا من واحد يزداد الاي جي ام اي جي وهكذا. فعاده بالمالتي مايلوما يصير مالجنسي اوف ون كلون يعني يسمونه مونو كلونال، يعني ما يصير كل الكلونز يصيب ون كلون اونلي. فإذا لو صاب الكلون يتكون اي جي ام يزداد الاي جي ام، لو يزداد لو صاب المالجنسي بالكلون يتكون اي جي جي يزداد الاي جي، لان الخلايا تتكاثر ما لا نهايه. فصح يا دينا انتبهوا عليه، لو صارت هاي كلون شوف هاي كلون هاي طبيعيه، لو صاب المالجنسي ما راح تتكاثر بشكل غير طبيعي. وقلنا وين موجودين بالبومارو؟ البومارو طبعا هو حيز محدد يعني بداخل البون، فصح هسه تنتشر هاي الخلايا بالبومارو شو راح تاثر لنا؟ من يتوقع ايش راح تأثر على أنا شنو واحد تأثر إذا انتشرت البومارو؟ البومارو شو يكوننا؟ تأثر على الأميون نعم الـ RBC RBC YBC بليتليتس كلها تكون بومارو ما صحيح؟ فإذا انتشرت هاي الخلايا المالجنت اللي تكونها مثلا على سبيل المثال IgG انتشرت بالبومارو، البومارو مثل ما غرفة محددة، فايش راح يأثر لنا؟ راح يقللنا من الخلايا تكون ار بي سي، يقللنا من الخلايا تكون وايت بي سي، او وكذلك اللي البيكا كاريوسايت تكون بليتليتس كلها حتقل، لانه راح تسيطر على لانه ما الجسم ما يسيطر عليه انه يا مالجنسي، فراح تقضي على بقيه الخلايا. بس تتوقع عند المريض الهيموجلوبين راح يقل عنده، هسه عنده انيميا
الوايت بي سي راح تقل عنده، عايز عنده ميون ديفيشنسي. البليتلت راح تقل عنده، عايز عنده بليدنج تندنسي. بنفس الوقت هذه الكلون لما تزداد شو راح تاثر لنا على بقيه الكلونز؟ بقيه الكلونز هم راح تبدا تتاثر وتقل. يعني لو هاي كلون مسؤول عن الاي جي جي، فالاي جي راح ينفرد بوحده، الاي جي راح يقل لانه هاي كلون الطبيعيه البقيه راح يقوى عليها باقي الابنورمال كلونز. فالبلازما اللي تكون اي جي ام راح تقل، فالاي جي ام راح يقل او ينعدم، الاي جي دي راح يقل او ينتهي، الاي جي اي نفس الحاله، الاي جي اي نفس الحاله. فيبقى بالساحه فقط الاي جي ام، لانه الاي جي عفوا لانه هاي كلون هي مسؤوله عن تكوين اي جي وتكاثر بشكل غير طبيعي. فقبضت لنا على الخلايا المكونه الار بي سي والوايت بي سي والبلاتلت، قبضت لنا على بقيه الكلوز او بلازما سيل اللي تكون بقيه الميوبولينز، كل واحد ينقضي عليها. واضح الفكره؟ فهي هنسميها مونوكلونال. ليش سميناها مونوكلونال؟ مونوكلون اونلي افكتد، البقيه ما بيها، البقيه يعني تماما طبيعي بس قضى عليها، بالعكس صار عندها قضى على البقيه. فايش عندنا اللي يسموها حاله ميونوباريسيس؟ يعني قلنا ميوغلوبين مسؤول عن الميونتي. فلما الاي جي جي راح يزداد بوحده راح يقضي على الاي جي اي مثل ما قلنا، والاي جي دي والاي جي اي والبقيه الميوغلوبينز. فالمناعه ايش راح يصير فيها؟ راح تقل عند الشخص. فيسموها ميونوباريسيس يعني شلل مناعي. يعني بقيه الميوغلوبينز ما حتتكون، فقط الاي جي جي راح يبقى بوحده، او الاي جي ام حسب الكلونز، او الاي جي اي وهكذا. مثل لا سال ايش نشوف، قاعد نشوف مونوكلونال ميوغلوبين تمونو ام باند، يعني مونوكلونال باند او بارا بروتين. والحاله قلنا سميناها مطب المايلوما، هسه حنشوف الستربش واحد بين عندنا قبل ما نحكي عليه نقطه. شوفوا احنا دائما قلنا قرب النورمال، شوفوا النورمال البومين الفون تبع قلنا التركيز كلش قليل، شوفوا يا دوب يبين الفا 2 بيتا اند كابا، هذا شكل طبيعي. نجي نقارن الامباد المالتي المايلوما، الالبومين يبقى نفسه، لاحظوا الفا 1 تقريبا نفسه، الفا 2 نفسه، البيتا نفسه. شوفوا الجاما، الجاما صعدنا الباند نارو، نارو اند دينس، هاي دينس. بينما بالنورمال شو يكون؟ فين يعني تركيزه قليل وايد عريض، بينما هون يكون نارو اند دينس. هذا يسمونه امباد او مونوكلون امباد او يسمونه بارا بروتين. ورقنا نشوف بالمالتيبل مايلوما. زين هسه نجي على السؤال، ليش يكون نارو اند دنس؟ الدنس افتهمناها لانه بلازما، لانه بلازما يصير تكاثر بشكل غير طبيعي، تكون مثلا اي جي ام بشكل غير طبيعي او اي جي جي بشكل غير طبيعي، تركيز عالي. لما يكون تركيز عالي راح يخصبها اعلى، طبعا راح يكون تركيزه اعلى والدنسيتي راح تكون عالي. هاي ما اعتقد بيها. أنا نلاحظ الدنسيتيمتر الشرع سميناه، هذا الخط الاصفر المتصل هو النورمال والمتقطع هو الابنورمال. شوفوا تقريبا بقيه كلها نفسها مع الالبومين شوي اقل، يعني ما ذيك الاشكال. بس شوفوا الجاما، شوفوا النورمال الخط المتصل يكون وايد وما مرتفع كثير، يعني تركيز قليل. بينما بحاله الهال المطلوب، شوفوا الباند شو صار، صار نارو اول شيء، يعني حتى الكيرف صار نارو ما وايد، لانه وين الميوغلوبين يتكون؟ شوفوا شو تركيزه عالي، شوفوا الكيرف فريش غير ارتفع وتقريبا حد الالبومين او اعلى. ليش يكون نارو؟ نرجع على النورمال، الجاما قلنا نورمالي تكون وايد، وقلنا تشملنا 5 ميوغلوبينز. ليش تكون وايد؟ الحقيقه بالصبغه عندنا اي جي اي اول واحد يعني قريب هاي البيتا وايد جاما. الاي جي اي حيكون اقرب نوع شيء نحو البيتا، مثلا بعد مثلا اي جي جي، اي جي ام، اي جي دي، اي جي اي. فكل واحد راح يكتسب بالخط بالصبغه خط، نحن ما نشوفه بعين مجرد، ايش راح نشوفه؟ هاي الخطوط راح تتصل مع بعضها. فشو راح يكون الباند؟ راح يكون عريض، هاي نورمال. بس هي بالحقيقه هي خمس خطوط متصله مع بعض، يعني متجاوله جدا، كل خط يعني ون ميوغلوبين، كل خط الصبغه. ولكن نحن ما راح نشوف لان راح تمزج مع بعضها، راح نشوف نورمالي بالجاما ريجين راح يكون الخط وايد.
شوف الخطأ حيكون وايد مثل ما قلنا لأنه تجاوروا مع بعضه. بالملطب المايلوما هذا نورمال طبعا، بالملطب المايلوما راح يظهر لنا نارو أندس. ليش نارو أندس؟ من يقل لي؟ يعني راح يقضي على البقية مال عفية، راح يقضي على البقية لو نرفض هذا الخط اللي هو مسؤول عن اي جي ام صابينو مالجنسي، فراح يبقى هذا بالعكس راح يزداد تركيزه لأنه الخلايا تكون اي جي ام اعلى ويقضي على البقية اللي سميناها ميونوباريسيس، فالبقية ما هيكونوا موجودين. واش راح يكون الخط؟ يكون نارو نارو اند هاي دنس. واضحة؟ واضح دكتور. واضح. عند هذول المرضى ايش راح نشوف حقيقة؟ البومة راح يتأثر ماتو. تعرفون انتم حتى الخلايا اللي تكون يعني او البلازما الموجود صاحب البومر هو خاصة بالاكزيال بونز يعني بالسكال والفيرتبرا. ف هيتأثر وطبعا البيج بونز مثلا هيوميراس الفيمر، فهذا البون راح يملي بالبلازما سيل، فراح يكون يعني حتى يفقد مواد يعني المكونات العضويه الاخرى مثل الكالسيوم والفوسفيت كلها تدخل عنده، يعني كلهم راح يصير بينهم بلازما سيل، فممكن يكون سهل الكسر. فاي طخيه ممكن المريض يصير عنده فراكتشر كسر يسمونه باثولوجيكال فراكتشر يعني كسر مرضي. لاحظوا ايش يصير عند بالسكال، هاي البقع السويتيك ليجن بالاكس راي يسموها بانش اوت. ليش؟ لانه دنسيتي اوف ذا بون قلت لانه كله صار بالبلازما سيل ما يبقى له مواد عضويه مثل الكالسيوم والبقيه، فيسموها بانش اوت يعني مثل ما قالت آلة يعني آله ثاقبه للثقب الورق. شوفوا شو مثل شو المثقب الثقب السكال بسبب هل البلازما سيل اللي انتشرت بالبون. عند المريض قلنا انه شوفوا شوف حتى دنسيتي اوف ذا بون جدا خفيفه، عادة البون يكون هكذا يكون لونه بالإكس راي. بينما هون يشوفوا دنسيتي قلت مال البون ليش؟ لأنه كله بلازما سيل فيكون ايزي فراكتشر، يعني شوف هذا هيومرس مجرد طخي انكسر. يعني أنا مرة شايف حالة إنه مريضة كبيرة طبعا قلنا بالكبار السن يصير ابن طبيب جاب أبو باثولوجيكال فراكتشر، يعني قال بس طخ الطخي صغير بالباب فعملنا له راس نيكتروفوريسيس، راس طلعت له امبات وراها عملوا له هيستوباثولوجي يعني فحصوا البومرو شافوا ان البومرو فل اوف بلازما سيل، وطبعا هاي تيبيكال اوف بلازما اوف مطبل مايلوما. الحاله الثانيه ايش عند اللي ممكن نشخصها؟ ديكريز البومين الفا 1 اند جاما with increase الفا 2 and beta. يعني نشوف ان الالبومين والفا 1 والجاما قليله بينما زياده بالالفا 2 والبيتا بعد. هاي الحاله سجست بروتين لوزنج ديزيز، يعني اكو فهد مره طبعا بالمناسبه والجسم دائما يحافظ على البروتين، يعني انت اخذت من جنرال يورين تلاحظون البروتين ما موجود باليورين موجود جدا قليل. ففي الحاله انه ما عدا عندنا فهد مشكله انه الشخص او المريض كيف يفقد البروتين as in case of nephrotic syndrome. من قال لي ان نيفروتيك سيندروم مرت عليكم اشرح الشخص لما ناخذ يورين ممكن الشخص نيفروتيك سيندروم بالفحص اليورين لما ممكن اكيد مرت عليكم دكتور اتوقع اذا ظهر باليورين بينز جونز بروتين لا هذا كان مطلوب المايلوما بينز جونز بروتين هذا حكينا عنه قبل شويه هاي المعلومه اللي اخذناها يعني صراحه هذاك تعرف شنو بين جورج بروتين كلايت تشين اوف هيموجلوبين راح يظهر باليورين يعني بسبب المطر المعلومة احنا ما قدرنا يعني ندخل تفاصيل اكثر يعني بس تاخذون الفكره النيفروتيك سيندروم هو مثل ما قلنا بروتين لوزنج ديزيز فاذا البروتين راح ينفقد باليورين فنتوقع انه نفحص اليورين راح نشوف بروتين يوريا عنده يعني وجود بروتين بكثره باليورين اكثر من 3 جرام 3.5 جرام بير داي او بير 24 اورز لو نجمع اليورين خلال 24 ساعة نلاحظ انه كمية اليورين البروتين حوالي 3 جرام بينما النورمال ما يتعدى 100 ملي جرام. عفوا. ايه فنلاحظ كمية كبيرة من البروتين باليورين. فينفقد البروتين باليورين فطبعا عنده هاي بروتينيميا نقص البروتين بالدم. فايش راح يظهر عند الكتروفوريز؟
الفوان يقل، البومين يقل، القامة تقل، الفا تو والبيتا راح تزداد. يعني هسه نلاحظ البانس مالته شو راح يكون، شوف البانس هذا الفلكسيلوم طبعا دائما قرب النورمال، شوف الالبومين الالفا 1 قل، الجاما لاحظوا من النورمال لاحظوا ان الفلكسيلوم قلت، الالفا 2 والبيتا لاحظوا ميني ازدادت ما قلت. زين هسه عفتابنا البومين الفا 1 والجاما قلوا لانه كيف فقد بروتين باليورين طبعا راح يخلون بديهيين راح يخلون. زين ليش الالفا 2 والبيتا ازداد؟ من يقل لي؟ من يعني يفسر لي ليش ازداد؟ شوف النفروتك يعني بالحالة الديستيوميتر راح الألبومين هذا المنقط هو الأبنورمال، النورمال المتصل ألبومين قل، الفوان طبعا بدأ يقل، شوف الخط المتقطع أسفل الخط المتصل للنورمال، الجاما قلت، شوف الألفا 2 ازداد والبيتا هم بدأت تزداد، شوف الخط المتقطع فوق الخط المتصل. زين ليش الألفا 2 والبيتا ازدادت؟ من يخلي؟ هو كي يخرج باليورو ما صحيح؟ سامعيني؟ هتسمعوني عيني؟ نعم دكتور نسمعك. أنا أقول لكم يعني يجوز ما أذكر فكرة، نحن من يخرج باليورو المفروض يقدم الخلون هاي بديهية، لكن الألفا 2 والبيتا عادة يكونون لارج مولكيولر ويت يعني حجم كبير وزن الجزيئي كبير، ما يخرجون بالجلوميرولاي ترو جلوميرولاي فما يخرجون باليورين فيبقون بالدم، هاي المفروض انه يبقون نورمال. زين هسه ما يقولون لانه حجم كبير، زين ليش يزدادون؟ نحن كرد فعل للجسم لما يقلل البروتين يعني يخرج باليورين يبدي الليفر يكون والبلازما طبعا بالجاما راح تكون مور اند مور بروتينز حتتعوض لان يعني فقدان عندنا كثير، فهذا رد فعل انه يبدا الجسم يكون بروتينات حتى يعوض عن الفقدان. طبعا اشخاص ما يكون بروتينات ما يعوض عن الفقدان فيبدا الالبومين والالفا 1 والجاما يقلون، ولكن لما يزيد تكوين البروتينات وبما انه الالفا 2 والبيتا ما حتخرج باليورين وكيزيد تكوين البروتينات فايش تتوقع تركيزه بالدم؟ اثنين حجم كبير يعني الجسم كيكون مور اند مور بروتينز كيحاول يعوض، فبالتالي تركيزه بالدم راح يزداد وبالتالي البانس بالالفا 2 والبيتا راح تكون ابف نورمال. واضحه؟ الحاله الثالثه هي اكيوت فيس بروتين رياكشن. اكيوت فيس رياكشن شنو هو؟ اي مريض انصاب اي حتى لو انفلونزا مثلا كرد فعل للجسم اكو بروتينات تزداد، شافوا انه هاي البروتينات تزداد وين موجوده؟ بالالفا 1 ريجن عن الفا 2 جلوبولين ريجنز او بانس. فايش راح اتوقع بالاكيوت فيس رياكشن؟ انه الفا 1 جلوبولين عند الفا 2 جلوبولين بانس راح يزدادون. نحن قلنا الفا 1 الفا 2 هي ميكشر اوف بروتين بعدد انواع بروتينات، فاي بروتينات راح تزداد بالاكيوت فيس؟ راح يزداد الفا 1 انتي تربسين عند الفا 1 اسيد جلايكوبروتين موجود وين؟ بالالفا 1 جلوبولين ريجن، ولذلك البانس بالالفا 1 جلوبولين راح يزداد. الفا 2 عندنا الهتر جلوبولين اللي موجود بالالفا 2 هو يعتبر كاكيوت فيس بروتين رياكشن، فان بحاله اكيوت فيس رياكشن يعني قلنا اي مرض اكيوت يصيب الجسم راح يزداد الهبتر جلوبولين، وبما انه الهبتر جلوبولين وين موجود؟ بالالفا 2 ريجن، فنتوقع الالفا 2 جلوبولين باند راح تزداد. فيسموه اكيوت فيس اكشن. ونجي على الباند شو راح نشوفه؟ طبعا دائما قارب النورمال، لاحظوا الالبومين نفسه، لاحظوا البيتا نفسه، الجاما نفسه. الالفا 2 والبيتا عفوا الفا 1 والفا 2 لاحظوا قارنوا بالنورمال ازدادت. ليش؟ لانه هاي اكيوت فيس بروتين تزداد بالرياكشن بالاكيوت فيس رياكشن وين موجودي؟ بالالفا 1 عن الفا 2 ريجن، فنتوقع انه اثنين ما حيزدادوا. سؤال؟
صوت واضح الصورة؟ واضح دكتور. نعم. نجي الحالة الرابعة، هي بيتا جاما فيوجن. ايش معنى بيتا جاما فيوجن؟ يعني نحن قلنا البيتا والجاما مفصولين عن بعضهم، آخر واحد الجاما وقبله البيتا، هنا حصير اتحاد بيناتهم. سبب وجود الاتحاد هو increase of IgA، زيادة بالIgA. لما يزداد الIgA راح يصير عندنا بيتا جاما فيوجن، راح نلاحظ انه يسوون one bands. طبعا الIgA راح يزداد بحالات liver cirrhosis، chronic respiratory or skin infection. تجمع الكبد راح يبدا الجسم يكون IgA اعلى من الطبيعي، كرت فعل طبعا انه للدفاع عن الجسم. فالIgA لما يزداد راح يعملنا بيتا جاما فيوجن. بالريسبيرتوري اند سكين انفكشن نفس الحاله. زين ليش قل ليش بالريسبيرتوري سكين انفكشن راح يزداد الIgA؟ مين قال لي ليش؟ بالريسبيرتوري سكين انفكشن لان الIgA طبعا كل الميوغلوبينز بالمناسبه يجوز ما ختمها موجودة بالدم من ضمن الIgA، ولكن الIgA كذلك وين موجود؟ بالسكين، وموجود بالريسبيرتوري تراكت وبالجي اي تي تراكت. فاي انفكشن باي مناطق حتى بالجي اي تي مثلا جاسترونترايتس او بالسكين انفكشن او بالريسبيرتوري انفكشن، كل هاي المناطق لما يصير فيها التهاب طبعا الIgA راح يزداد كمان لان مناعه، فنتوقع انه زياده بالIgA لو صار عندنا سكين انفكشن، لو صار ريسبيرتوري انفكشن او جي اي تي انفكشن كذلك. فلما يزداد الIgA راح يعملنا بيتا كاما فيوجن. شو راح نشوفه؟ لاحظوا لو قارنوا بالنورمال البومين الفا 1 الفا 2، شوفوا البيتا والجاما صار بيها فيوجن، اتحدت مع بعضها بينوني بالنورمال مفصولين بسبب زياده الIgA. سموها كذلك بيتا جاما بريجنج. ليه سموها بريجنج؟ هذا الخط المتصل هو النورمال، هذه البيتا والجاما. شوف الصواني بالأبنورمال، البيتا والجاما اتحدوا مع بعضهم فصار عندنا مثل الجسر يربط البيتا والجاما، يسموه بيتا جاما بريجنج. واللي شفناها بفيوجن انه وان بات راح يكون متصلين بين البيتا والجاما. زين هسه ليش الاي جي اي لما يزداد عملنا هالفيوجن هذا؟ قبل شويه قلنا الجاما هي وايد باند وهي ميوغلوبين، فلما يزداد الIgA وين راح يتجه؟ راح يتجه نحو البيتا. فشوي شوي يبدي يسحب نحو البيتا الين يصل البيتا، فما وصل البيتا شو راح يساعدنا؟ راح يساعدنا اتحاد بين البيتا والجاما، فيساعدنا بيتا جاما فيوجن. واضحه؟ اكو سؤال هوني؟ حد هوني؟ صوتي واضح؟ واضح دكتور. الحالة الخامسة لاحظوا increase gamma globulin. بس يقولوا لي ايش تقولوا لي؟ كان هون بالحالة الأولى المطلوب منه هم زاد الجاما جلوبين، هون كذا زاد نوع واحد من الجاما جلوبين يعني مونوكلون، سميناه مونوكلونال. هون ايش راح يزداد؟ كل الميوغلوبينز يعني الاي جي جي والاي جي اي والاي جي ام والدي والاي، فمعناتها شنو؟ يعني معناتها كل الكلونز او بلازما سيل راح يزيد انتاجها. فايش راح اسمي الحالة؟ بوليكلونال. لاحظوا بينما قبل شوي قلنا مونوكلونال، فرقوا بيناتها. هوني بوليكلونال كل الكلونز راح تكون زي الدجاجه، فسميها بوليكلونالز بوليكلونال هايبر جاما جلوبولينيميا. يعني زياده الجاما جلوبولين سببه ان كل الكلونز او بلازما سيل استوفرت، فسميها بوليكلونال هايبر جاما جلوبولينيميا. سببه طبعا هو مناعي، احنا في الميوغلوبين هو الدفاع عن الجسم، فاي انفكشن يدخل الجسم راح بلازما سيل زيد انتاجه، فيساعدنا بوليكلونال هايبر جاما جلوبولينيميا. مثلا عندنا انفلاماتوري ديزيز، هيباتايتس، حتى نيوبلازم، لانه نيوبلازم يعني التيومر هو ابنورمال، فيحاول الجسم يزيد ميوغلوبين حتى يحارب هالنيوبلازم هذا او بيونو رياكشن الى اخره. شو راح نشوفه؟ لاحظوا هذا نورمال هذا نورمال، لاحظوا كل البقيه نورمال، البومين الفا 1 الفا 2 بيتا يجوز شوي الفا 2 بيتا يزدادون يعني اي بسبب الديزيز ما لنا علاقه، المهم انه لاحظوا بوليجلونال زادت عن النورمال. بس ايش الفرق عن الامباد؟ من يخليه؟ شنو الفرق؟
لحظة الإمباد ولحظة البوليجرام، أشنو الفرق من يخليه؟ دكتور الإمباد يكون ناره والبوليجرام يكون وايد. هون تكون وايد، ليش تكون وايد؟ يعني كل الميوغلوبين زادوا بس مجرد الدنسيتي زادت. يعني قلنا لما كل الميوغلوبين تجوا مع يعني يتكونون راح يكون الباند وايد، لأنه يعني خط يم خط نحن ما نشوفه، نشوف خط واحد عريض. بس هون لما ازدادوا بقى الأرض نفسه، لأن يعني كلهم زادوا. بس انه الدنسيتي زادت ما لو قارنا بالنورمال، طبعا حتى الدنسيتي اقل من الامباد، يعني الامباد امباد هو ابنورمال، بينما البوليجونال يعتبر نورمال، يعني هو كدفاع عن جسم. الحاله الاخيره بعكسها، صار عند المريض ابسنس اور ديكريز جاما جلوبولين، يعني جاما جلوبولين اما نشوفه قليلي او ما نشوفه نهائيا. فطبعا ما الحاله انه المريض عنده ميون ديفيشنسي، نقص المناعه، يعني الميوغلوبين ما كيكون الجسم. لو ما نشوفه نهائيا نسميها أجاما جلوبينيميا. لو نشوفه جدا قليل يعني تكون ديكريز نسميها هايبو، يعني تقلة، هايبو جاما جلوبينيميا. طبعا اكو اسباب كثيره لنقص الميوغلوبين، من ضمنها سايت توكسيك دراج ياخذوها مرضى السرطان، تقلل من انتاج الميوغلوبين. اقول هايبو، اقول جاما ريجين المنقطة جدا قليلة مقارنة بالنورمال. لو نشوفه بالبانت الميون ديفيشنسي لاحظوا انه مقارنة بالنورمال، البومين الفا 1 الفا 2 بيتا كلها نفس الشيء، بينما الجاما شوفوا ابسنت، فهذا ميون ديفيشنسي. طبعا احنا شفنا الـ يعني الفيديو حاليا بتقدم العلم صعب ما يعرف بالاوتوماتيك سيستم، يعني انه بيكوز اوف انكريس طبعا الفوليوم اوف تيستينج ماني لابراتوري ار كونفرتد تو اوتوماتيك سيستم. يعني ايش معنى اوتوماتيك سيستم؟ انه هو نضع السيرم بالجهاز، هو يتعامل مع الجهاز، يضعه يسوي له بانس ويكمل ويعطينا النتيجه يعني بشكل اوتوماتيك، ويتسع حوالي 10 الى 100 فحص في نفس الوقت سيميوليتي النصر. بس كبرنسبل نحن ناخذ الجهاز البسيط ونفهم الطريقه، وهذا طبعا نفس الشيء بالاوتوماتيك ويتعامل بنفس الطريقه. السؤال اساس اطلق الحضور انا بالنسبه لكم. المحاضره عندكم سؤال يعني؟